لا شك إلى جانب الكتاب، إلى جانب الحصة، إلى جانب كلمة المعلم، في أشياء كثير جميلة تواكب المسيرة التعليمية، تعطيها زخم، تضفي جمالية على المعلومة. إحنا حبينا من هذا الباب نعمل فعالية قبل نهاية السنة، اللي تحسوا إنه إحنا الجانب الترفيهي جزء مهم في عملنا التربوي إلى جانب التربية والتعليم. ومن الترفيه الرحلة، وحكينا كثير، وفعاليات أخرى من مسرحيات وفعاليات المدرسة، يوم رياضي إلى آخره. اليوم أمامنا مجموعة يقف على رأسها الأستاذ جورج زرير. أستاذ جورج زريق، أستاذ بكل معنى الكلمة، يجل حيثما كان، عمل كثير، اشتغل كثير، علم 30 سنة لغة عربية مش صدفة هو يقف على رأس هاي المجموعة في العمل. للأمانة أنا لو كنت محلكو، لو كنت محلكو بسقف له أخرى مرة. جيد ينتفع الآخر في قراءته، ونكرم هاي النوعيات من الطلاب اللي حريصين على دخول المكتب دائما. راح نكرمهم فيما يليق بطالب يحب أن يقرأ. مهم جدا إنه هاي الشغلة تصير السنة قبل نهاية السنة. أما في سنوات قادمة رح نعمل على إنه تكريمهم يكون بشكل قيم جدا يفاجئكم، وأنا بوعدكم السنة القادمة إنه من يقصد المكتب حبا في الكتاب سيكون له مكانة خاصة وسيكرم بشكل مميز جدا. في بعض المصطلحات في اللغة العامية كل قواميس العالم ما بتقدر تسد. فلما بقول شفت الغزالة سارحة مع امها والابتسامة ملقحة عتمها، نزلت على البستان تتشم الورد، تعمشي عليها الورد تنشمها. اذا بدك تتخيل الصورة، بدك تتخيل الصورة الجمالية اللي فيها. كلمة ملقحة عاتمها جيب لي كل القواميس اللغة العربية. ملقحة عاتمها. تخيل نزلت على البستان هي تشم الوردة، ولكن قد ما ريحتها أحلى، هذا التشبيه المقلوب إذا تعلمتوه، قد ما ريحتها أحلى من الوردة. شو الوردة؟ الوردة تعمشقت عليها، وأي قاموس باللغة العربية بده يعطينا كلمة أحلى من كلمة تعمشق في محلها. فاجئني واحد بقول له إنه أنا عامل حالي سجال، إنه أنا بالنسبة لي صفر إلف، بقول لي بدك تطلع تقدم اشي إلهم. شو اشي؟ انا قلت له بالدمع. المهم راسا طلعت، شو قلت لزغلول الدمور على المحل طبعا، بقول له اهلا ايا زغلول يا راعي الزجل، يا رندحة حسون، يا شمخة جبل، يا نسر علا، يا نسر علا في سما لبنان، يا بحث المزراب، يا كرش الحجر. يمدحني مش قد كيف. بعدين القيت له قصيده قصيدتين انا في الحفله، بقول لم اكن افكر ان في فلسطين ممكن ان يكون شعراء يبدعوا الشعر على المحل. وكمل اول العام في دبوري. انا بدي اعطيكم اسا قديش انا شاطر. احيانا كل حفلات الزجل اللي بتشوفوها هي محضره، وانا عاده اي محل بحضر، ولكن مرات اذا بشوف جو هادي
أو إشي تاني حلو كيف بديش أحكي عشان الأستاذ ما ينتقدش، الواحد بصير يبدع. فكان حفل تدبوري إبداع بالكيمياء وبالفيزياء، أنا دعاني حتى أحكي عن الإبداع باللغة العربية. القاعة ملانة قد هيك على 10 مرات، أنا إجيت متعوق، بسكن المدير رأسا بشوف بتمسخر علي قدام الأولاد، بقول إذا عامل حالك عن جد شاعر وبتحكي الشعر عن جد تفضل. في ابن عمي صار له 50 سنة بسوريا وأول مرة بيجي على دبوري، يا بتقول إشي يا بتروح. أوتوماتيكيا خلال ثاني شو قلت له رأسا؟ دوري يا ليالي الهجر دوري، عبيدرنا بقيمة لون دوري، أبو محمد هجرنا العمر كله، فلسطيني بقى ما صار سوري. شاعر شو فيه كان يقوله زمان قبل؟ لكل شاعر ايش فيه؟ شطار، وهو اللي بوحيله بالشعر. بعد شوي انا بدي احكي عشان هيك اتهموا النبي محمد، بسبق شوي بالمحاضرة، قال الكفار اوائل قريش عن النبي محمد بانه شاعر. وما معنى هذا الكلام؟ اي ان ما يدعونه انه بيجي كلام من الوحي من عند الله، هذا اللي بيجي الكلام من وين؟ من الشيطان، لأنه كل شاعر شيطان. I'm not afraid.